année. Alhamdoulilah. On est qualifié les premiers. Tranquille. Okay. M. Simo, victoire méritée, Dima Widad, merci les winners, merci à tous les Widjadi. Ça ne me surprend pas, avec les joueurs qu'on a, tu as Souni, tu as Reda, tu as Jabran, ils ont une raison pourquoi ils sont les meilleurs joueurs de la Botola. بقى تابعنا مقابله يوم الثلاثاء ديال كاس العرش يا رحيم ان شاء الله نبريباريو ليها مزيان ونبقاو غادي في هذا النسق التصاعدي ان شاء الله بالنسبه للجمهور الوداد كالفريق يعني منظم بزاف خاصه في ربع الميدان يعني سيطرتوا على المباراه يعني من التلاقيات حتى النهايه اشنو التغيير اللي وقع يعني مقارنه مع المباراه ديال الذهب خويا ما كاينش تغيير اخويا السر في هذا الشيء هو اننا كنا تكتيك موقفين مزيان هذه المنافسه كتبغي انك كيف كنقولوا يكونوا عندك لاعبين كيعرفوا يقفوا في التيران تكتيكمون يكونوا مزيانين وكيعرفوا يجيروا لي بوين فور لي بوين فيبل ديال ليكيب ديالنا وهادشي اللي تاثر لينا في هذه المقابله رساله انه يستمروا في المسانده يساندوا هاد اللاعبين ويساندوا هاد الستاف كامل وان شاء الله يكون الخير.